يعني كلمته هي اللي بتمشي، ولا كان مثلا يدخل البيت مفيش صوت؟ لا لا لا، مفيش الكلام ده. انا احب اضحك وصوتي عالي وهزر وماليه الدنيا حياه وبهجه. انا ما عنديش حته ان انا بس سي كدا. السيد دي ليها انطباع مختلف. لا سي السيد مش قصدي، سي السيد ان هو بيحب في الاخر وجهه نظره تمشي. وانا كنت بريحه من كتر ما انا كنت بحبه، كنت بحب اريحه. يعني اقول لا خلاص، اهم حاجه عندي صحته، اهم حاجه ان هو يبقى كويس، مش هاممني اللي انا عايزاه قوي قد كده. وهو في الاخر بيعمل لي اللي انا كنت عاوزاه. وكلمة السر اللي كانت بين أسامة وعبير في البيت كانت إيه؟ لا كلام كتير بقى. زي لا لا كلام كتير قوي قوي، مواقف كتيرة. لا يعني أنا أحكي لك على موقف. أنا دايما من نوع مش بس أحب أهزر وأضحك، بحب أعمل مقالب في الناس القريبين مني، في صحابي، في أخواتي، في جيراني، في أسامة. أسامة أيام عملت فيه مقالب كتيرة جدا جدا. يعني ما تكون مثلا متنكدين مع بعض؟ متنكدين؟ آه. ما حصلش ولا مرة؟ ما حصلش. يا ده غرور ولا ده ثقة في النفس؟ لا أنا مش مغرورة، بس أنا كنت عارفة أتعامل مع أسامة. يعني زي كل واحد له مفاتيح، فأنا كنت فاهمة مفاتيح أسامة كويس قوي، وكنت بحبه كمان. يعني بتعامل معاه مش بس بقلبي، بتعامل معاه بعقلي. يعني كنت بحبه جدا وبحترمه جدا، وبخاف بترعب على زعله. مش عشان هو يزعل، هو ما بيزعقش. هو ما كانش بيزعق معايا خالص. يعني خالص خالص. يعني هو يعني كان دايما يقول لي يعني ليه الحاجه الصح تيجي في الوقت الغلط. ياه ده حب. وكتب مقاله كده. بس ده حب لعبير عشان كده قال جمله زي دي. ليه قال جمله زي دي؟ الحبيب اللي قدامه قصه حبه. وحتى لما كان تعبان في الاخر كان بيقول لاصحابه محمود سعد ويحيى الفخراني وصلاح السعديني، كان بيقول لهم يعني انا عيان بس انا حاسس ان انا اسعد منكم حالا واسعد من الكل. كنت بتعملي ايه عشان تخليه يقول جمله زي دي لناس عظماء في الاعلام، مجال الاعلامي والفني، ويقولوا انا اسعد منكم كلكم؟ يعني اكيد بتعملي شيء معين للانسان ده عشان توصليه للمرحله دي. انا كنت بحتويه، انا بعرف احتوي. ايه هو الاحتواء في نظر عالم؟ الاحتواء انك تسمعي وتفهمي وتعاملي صح حسب الشخصيه، وتشوفي نقط الضعف بتاعه الشخصيه اللي قدامك وتعرفي تتعاملي معاه. يعني بصي، هو كان عصبي جدا مع كل الناس، انا لا، صوته معليش مره عليا ولا مره وما زعلنيش مره. إيه وانا ما زعلتوش مره. ايه اكتر عمل بتحبيه؟